اسمي اسماعيل الشبور، من سكان قطاع غزة. جيت لتركيا لكمل دراستي، هذه المرة الأولى برا غزة. في الأخو 5 سنين، يعني فرحان على أصوات القنابل اللي بتصير. قلت له، سألته خايف زين؟ قال لي لا مش خايف. صراحة الواحد بنحرق قلبه، يعني بشوف أهله أصحابه عائلته كلها بتقتلوا واحد ورا الثاني، بسمع قصفهان، بشوف ولاد شعبه كل يوم بيموتوا، كل العالم صامت. الشعوب تتحرك، مظاهرات، بس الحكومات بس تستنى، بس تتفرج. أنا اللي فقدته. شو ما بقول. I miss them.